العرش الموسم الرياضي 2013-2013 عقب فوزه اليوم بالمركب الرياضي بمدينة فاس على حساب أولمبيك أسفي بهدف إلى الشيء. محمد منتركة. هي المرة التاسعة والتي سيلعب فيها فريق الرجاء البيضاوي نهائي مسابقة كأس العرش. حامل اللقب تسيد وهيمن على مجريات نصف النهاية الأولى أمام أولمبيك أسفي وخلق سيلا من فرص التهديف. محاولات مسترسلة للرجاء، لكن المهاجم محسن يجور خانه الحظ غير ما مر، وهو الذي غاب عن هز شباك الخصوم منذ فترة طويلة. حارس مرمى أولمبيك أسفي حمزة الحميدي تألق وتعملق وتحمل عبء هجوم الرجاء وكان الأفضل ضمن تشكيل بد الزكي. عبد الإله الحافظي، شمس الدين الشطيبي، محسن يجور الثالوث المرعب والذي خلق متاعب كبيرة لدفاع أولمبيك أسفي والذي ركن للوراء للدود عن مرماه رغم تصويبات اللاعب شمس الدين الشطيبي، لينتهي الشوط الأول بصفر لمثله. لكن الضغط يولد الأهداف، فانفجر هجوم الرجاء مع مطلع الشوط الثاني. تمريرة ذكية من متولي صوب رجل محسن يجور والذي ابتسم له الحظ أخيرا مسجلا هدف الفوز والتأهل نحو المباراة النهائية. كنظن ان الانتصار منطقي بحكم الضغط اللي ضغطنا على الخصم وخلقنا عده فرص تسجيل. هي عامه نورمالمون كانت تسالي المقابله بروميير ميتون لان ما كناش محظوظين وضيعنا اربعه ولا خمسه فرص واضحه. الحمد لله ندوزو النهايه المره الثانيه على التوالي، هذا ربح الفريق الرجاء والمكونات ديال الرجاء كلهم. بالفعل الرجاء البيضاوي يصل للمرة الثانية على التوالي لنهائي كأس العرش وللمرة التاسعة في تاريخ الفريق. وتجري في هذه